سريع كده صديقي الاهلاوي، تعال اقول لك قائمه الراحلين عن النادي الاهلي بفرمان من كابتن بيبو وكمان لجنه التخطيط. رقم واحد انطوني موديست، الراجل اللي تقريبا اقل فروت جي في النادي الاهلي في خلال 10 سنين اللي فاتوا، ده رقم واحد. رقم اثنين محمد ضي كريستو، اعاره لنادي سيراميكا كيلوباترا. خالد عبد الفتاح طبعا اعاره لنادي مودرن فيوتشر. كمان محمود المتولي اللاعب المميز اللي حظه قليل جدا مع النادي الاهلي، قرب جدا نمشي من النادي الاهلي. طاهر محمد طاهر، مع الرغم ان لسه مجدد عقده مع النادي الاهلي الا انه خلاص النادي الاهلي استقر على رحيله. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان، خد الاسم المفاجاه ده، علي معلول خارج النادي الاهلي الموسم القادم. طب ليه يا جماعه؟ علي معلول عايز الموسم القادم ياخد مليون و600 الف دولار، والموسم اللي بعده مليون و700 الف دولار في لاعب عنده 35 سنه. علي معلول الكيرف بتاعه بدا ينزل، فاداره النادي الاهلي قررت رحيل علي معلول وتقديم له الشكر. كل التوفيق للنادي الاهلي واحلى مسا على الاهلاويه. سريع كده صديقي الاهلاوي، تعال اقول لك في رساله شديده اللهجه من اداره النادي الاهلي بعتت للكاف رسميا ان لازم النادي المازيمبي يامن بعثه النادي الاهلي في الكونغو، لازم فندق على اعلى مستوى يامن وضع النادي الاهلي، لازم الفندق يكون فيه طبعا ملعب للتدريبات الجماعيه، ولازم يحصل تامين مميز جدا لبعثه النادي الاهلي في حاله طبعا ذهابه الى الملعب او في حاله عودته من الملعب. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. في رساله بقى من الاستاذ محمد الجرح عضو مجلس اداره النادي الاهلي الى عمرو الجنايه، بيقول له بص يا عموره، النادي الاهلي كسبان نادي الزمالك لغايه دلوقتي في البطولات 16-0. اللي انت بتقوله ده اللي انا بقوله يا جماعه، ان النادي الاهلي اخذ بطوله الدوري من طبعا نادي الزمالك في السيدات، في كره اليد، في كره القدم، في كره السله، في كره تمام الطايره، خاصه كمان فريق الرجال، وكمان النادي الاهلي كسب نادي الزمالك في كاس مصر. على السريع كده يا صديقي الزملكاوي يا صديقي الاهلاوي، تعالى اقول لك الرساله القويه الحاده المهمه جدا من طبعا الاستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الاسبق على تويتر، وتويته مهمه جدا للكابتن احمد سليمان. قال النغمه السخيفه اللي طالعه اليومين دول ان انت تجرح في اداره النادي الاهلي او النادي المنافس، ان انت تطلع تمجد في لعيبه النادي الزمالك على حساب النادي الاهلي، دي مش من سياسات نادي الزمالك، واللي ما يحترمش سياسات نادي الزمالك يا ريت يسيب منصبه، خاصه لو في منصب اداري. طب الراجل بيطلع يقول كده ازاي وهو مش رئيس نادي او نائب رئيس نادي؟ لان هو جماعه من الناس اللي متبنيه فكره نادي الزمالك الجديده، اللي هو الدعم بصفقات، الدعم المعنوي، الدعم المادي. فالراجل ليه وضع قدر مميز جدا عند اداره نادي الزمالك وكمان جماهير نادي الزمالك. كل التوفيق لنادي الزمالك في مباراه دريمز يا جماعه غانيه ان شاء الله يوم الاحد، واحلى مسا على كل الزملكاويه. السلام عليكم.